على القرآن وعلى السنة بيتربى ويستغنى. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اغفر لكل
وكفي هذا المدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأمين نعم الكرام وصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا نظرة رجال الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة رجال الله ذنوب الله بحمد الله ونستمع إلى مثال أهل الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة رجال الله ينفو ذنوب الله يصلح لنا العاجل بالعلي والآجل أجمع بفضل الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة رجال يلحق بالسابق هذا بفضل الله شاهد العذراء عسى لنا نظرة بجاه الله لما قراه العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد ياتي بجود الله شاهد العذراء عسى لنا نظرة بجاه الله والعبد دلجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف امر الله شاهد العذراء عسى لنا نظرة حق القوم نلحق بهم في اليوم وما جرى من لوم يغفر بجاه الله الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله سجدي غارة في الحال بدارة ما في الكبد مارة الله 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 وقت الذي رومه كل مدان ومه يجي بعون الله شايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله كفى ما بي جاؤوا لأصوابي في الحال أحبابي فإنكم بالله شايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله بالسيف والقدرة وكل ما نكره وشوش لله شايخ الحضرة عسى لنا نظرة بداية لله يمحو ذنوب الله هيا بكم هيا لديني والدنيا هيا بكم هيا هيا بنصر الله شايخ الحضرة عسى لنا نظرة بداية لله يمحو ذنوب الله يكتم جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قيل في الوقت جار الله الناصر وابنه والباكر والكل حزب الله شايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحون الله حسبي بهم حسبيهم صفوة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله شايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحون الله وصف
صل وسلم دوب على النبي المحبوب يحصل المطلوب اجمع بفضل الله العذراء عسى لنا نظرا يا معين يا شعب الجميع الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اختم إلهي باليقين من قبل الأم دائما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنياك ما هي للمقر وإنما هي للممر يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فكر وأمعن بالنهار جدنا في الماي الخايب الله 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 وجمل في الشعب على القرآن وعلى السنة بيتربى ويستغنى عن الدنيا